احنا معانا الاستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. اهلا بيك يا فندم، منورانا. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ لو حضرتك تقول لنا على اخر ما تم طرحه، طبعا في مكاتب البريد عشان اللي مش عارف برضو يتابع معانا، وتقول لنا برضو اليات الاختيار بتتم ازاي عشان نطمن الناس وكده. هو طبعا الاعلان ده احنا طارحينه من فتره، يعني هو في كراسات الشروط متاح في مكاتب البريد بقى لنا حوالي اكثر من 10 ايام او 10 يوم. الاسبوع الاول كان لذوي الاعاقه، احنا بدانا من 26 سبتمبر. الاسبوع الاولاني كان لذوي الهمم عشان التزاحم، وبعد كده بقت مفتوحه لكافه المواطنين. احنا طلعنا اكثر من بيان انه يعني احنا هنوفر كراسات باستمرار عشان الناس اللي اشتكت ان في تزاحم او كراسات مش متوفره، فاكدنا على انه يعني اللي بيشتري كراسه في اول يوم زي اللي بيشتري كراسه في اخر يوم. التقديم في الاسكان لمنخفض الدخل يعني ما فيش فيه اعتبار لمين اللي هيشتري الاول او مين اللي هيرفع اوراقه الاول. احنا عندنا معايير، لو الاعداد المتقدمين اكتر من الوحدات المتاحه فاحنا بنطبق نظام اولويات، المتزوج ويعول الاول ثم المتزوج ثم الاعزب، واذا كان الاعداد برضو لازالت اكتر في المتزوج ويعول فبنرتب الاسره الاصغر سنا والاكبر عددا. فبطمن الناس. طبعا هو في زحام، وده الحمد لله يعني شهاده ثقه في المشروع اللي احنا بداناه من نص 2014. احنا بايعين لحد النهارده حوالي 150 الف كراسه. الناس اللي 150 الف كراسه ده في طبعا رقم كبير قوي، يعني كبير جدا. ده في ال 10 ايام اللي فاتوا ولا من اول 26 سبتمبر؟ احنا هنقفل 26 اكتوبر ان شاء الله. يا 150 الف ده كتير ما شاء الله، يعني عدد ضخم الحقيقه. وهل في ما يستوعب الاعداد الكبيره دي ولا يعني عدد المطروح؟ خلينا نشوف اللي هيقدم. هو الحقيقه العبره في الموضوع باللي هيقدم يدفع مقدم ويرفع الاوراق بتاعته بحيث نقدر نقول الاعداد الفعليه اللي ينطبق عليها الشروط، ومن هنا ندرس بقى الموضوع اذا كان في اعداد زياده. زي ما قلت لحضرتك هنطبق نظام الاولويات الموجود ده، والباقي الناس بقى يعني جميل جدا يا اما لو متاح ان احنا يعني نبني لهم ويبقى في استلام بعد فتره، برضو ده هيكون يعني اوبشن عملناه اكتر من مره. يعني جميل جدا، مجهود كبير والثقه كمان كبيره من المواطنين. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ مي عبد الحميد، رئيس التنفيذي صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. بتقول لك اكتر من 150 الف شرط كراسه شروط في تقريبا 10 يعني من شهر سبتمبر، في شهر تقريبا، عدد ضخم وكبير، وان شاء الله كلهم يبقى ليهم فرص.